قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن لله في كل نعمة حقا، فمن أداه زاده منها، ومن قصر فيه خاطر بزوال نعمته. حق الله في النعمة شكرها الواجب، وأما استلزام أدائه للمزيد منها وكون التقصير مظنة زوالها، فلقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، ورغب في الشكر ونفر عن الكفران بذكر كون ذلك حقا لله.